للمزيد من المتابعة الفريق زمربيا رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق أرحب بك إذن معنا في هذه الحلقة من أحداث اليوم. الكراكة مهاب مميش أحد أهم الكراكات التي وصلت اليوم إلى قناة السويس، أهميتها وإضافتها للقناة يا فندم. أهلا بك يا فندم. طبعا الحمد لله وصلت أكبر كراكة موجودة في الشرق الأوسط دلوقتي، دي واحدة من اثنين، واحدة وصلت النهاردة، ثانية الشخص توصل في شهر أغسطس إن شاء الله الكراكة حسين طنطاوي. الكراكات دي من اكبر الكراكات الموجوده في الشرق الاوسط، بتشتغل على عمق 35 متر في الصخور قاع الصلب والصخر الصخري. بتعمل 3600 متر مكعب في الساعه كريك، يعني طولها 147 متر. يعني كراكه من افضل الكراكات الموجوده في الشرق الاوسط الحمد لله. الى اي مدى بتعد يعني اضافه للاسطول البحري لقناه السويس سياده الفريق هذه الكراكه؟ انا كنت قلت قبل كده ان احنا ماشيين في تطوير الاسطول البحري مع تطوير المجرى الملاحي، ودي فعلا دي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا متعاقدين عليها، الكاركتين اللي متعاقدين عليهم من هولندا مع شركه اي اتش سي. فدي طبعا تعتبر اضافه جديده جدا لاسطول الكاركات اللي عندنا. وطبعا في اجيال جديده بقى تخش تتدرب، تتمرن على حاجه هاي تكنولوجي جديده ووحده حديثه. وطبعا احنا دايما لازم الاجيال تسلم بعض، يعني في ناس تتدرب على الكراكات دي وتسلم الاجيال اللي بعديها، فدي الاهميه يعني. نعم، المواصفات الفنيه للكراكه يا فندم؟ انا قلت حاجه، هي 147 متر ونص طول بتاعها، العرض 23 متر ونص، بتشتغل على اعماق 35 متر، وتشتغل كمان في الصخور وفي القاع الصلب يعني. بنقول انها بتعمل حوالي 3600 متر مكعب في الساعه تكريم، ده نسبه كبيره جدا يعني، حاجه ضخمه. وبالتالي يبقى كده احنا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها اللي يبقى عندنا للطوارئ وللازمات وللشغل، سواء في هيئه قناه السويس او بره خارج هيئه قناه السويس كمان يبقى عندنا كراكات تحدي. نعم، يعني وصول الكراكه اليوم بالتاكيد ايضا يعني يوجه رساله للخارج بالتطوير المستمر للاسطول الخاص بقناه السويس، الاسطول البحري. سياده الفريق، اهم الرسائل التي تعطيها وصول الكراكه اليوم؟ اهم حاجه ان احنا دايما جاهزين ونستعد لاي طارئ وللاعمال. يعني مثلا لما قلنا الحادثه اللي حصلت بتاعت ايفر جرين دي، ان احنا لما جبنا الكراكه دي مش جايبينها عشان كده، يعني دي احنا اساسا كنا شغالين في تطوير الاسطول وتطوير المجرى الملاحي. في كراكه ثانيه كمان جايه بقول لك حسين طنطاوي ان شاء الله في شهر 8، في قطارات حديد جديده، كل دي حاجات احنا بنطور فيها الاسطول البحري بتاعنا تبع الخطه الاستراتيجيه لتطوير هيئه قناه السويس 2023 كنا عملناها لست رئيس صد عليه. فالرسائل ان احنا عندنا معدات، بنجيب معدات كمان جديده بنحدث ونطور دائما ابدا في المعدات بتاعتنا. الكراكه الاخرى كراكه حسين طنطاوي تفضلت طبعا بالذكر انها ستاتي في اغسطس المقبل، مزيد من المعلومات عنها لو سمحت يا فندم. هي يعني سيستر شبل دي بالظبط يعني، والاثنين كانوا في العقد، واحده جت اهي في شهر 4 والثانيه في شهر 8، هي بالظبط نفس المواصفات ونفس القدرات. احنا عندنا كراكتين جداد انضموا لاسطول الكراكات الموجوده عندنا، وبالتالي زي ما انت حضرتك هتبقى اضافه كبيره جدا لهيئه قناه السويس. انا بشكرك، شكرا جزيلا للفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك على ما تفضلت به من معلومات.